الليلة الحادية عشر. قالت: بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظها أقبلت على الجماعة وقالت: اخبروني بخبركم، فما بقى من عمركم إلا ساعة، ولولا أنتم أعزاء أو أكابر قومكم أو حكام لعجلت بجزاءكم. فقال الخليفة: ويلك يا جعفر، عرفها بنا وإلا تقتلنا. فقال جعفر: هذا بعد ما نستحق. فقال له الخليفة: لا ينبغي الهزل في وقت الجد، كل منهما له وقت. ثم إن الصبية أقبلت على الصعاليق وقالت لهم: هل أنتم أخوة؟ فقالوا لها: لا والله ما نحن إلا فقراء، إن كل واحد منا من بلد، وإن حديثنا لعجيب وأمرنا لغريب. فالتفتت الصبية إليهم وقالت: كل واحد منكم يحكي حكايته وما سبب مجيئه إلى مكاننا، ثم يملس على رأسه ويروح إلى حال سبيله. فأول من تقدم الحمال فقال: يا سيدتي، أنا رجل حمال، حملتني هذه الدلالة وأتت بي إلى هنا، وجرى لي معكم ما جرى، وهذا حديثي والسلام. فقالت: ملس على رأسك وروح. فقال: والله ما أروح حتى أسمع حديث رفقائي. فتقدم الصعلوك الأول وقال لها: يا سيدتي، إن سبب حلق ذقني وتلف عيني أن والدي كان ملكا، وكان أخوهم ملكا على مدينة أخرى، واتفق على أن أمي ولدتني في اليوم الذي ولد فيه ابن عمي. ثم مضت سنوات وأعوام وأيام حتى كبرنا، وكنت أزور عمي في بعض السنين وأقعد عنده أشهرا عديدة. فزرته مرة فأكرمني ابن عمي غاية الإكرام، وذبح لي الأغنام، وروق لي المدام، وجلسنا للشراب. فلما تحكم الشراب فينا قال ابن عمي: يا ابن عمي، إني لي عندك حاجة مهمة، وأريد أن لا تخالفني فيما أريد أن أفعله. فقلت له: حبا وكرامة. فاستوثق مني بالأيمان العظام، ونهض من وقتي وساعته، وغاب قليلا، ثم عاد وخلفه امرأة مزينة مطيبة، وعليها من الحلل ما يساوي مبلغا عظيما. فالتفت إلي والمرأة خلفه وقال: خذ هذه المرأة واسبقني على الجبانة الفلانية. ووصفها لي فعرفتها، وقال: ادخل بها التربة وانتظرني هناك. فلم يمكنني المخالفة، ولم أقدر على رد سؤاله لأجل الذي حلفته، فأخذت المرأة وسرت إلى أن دخلت التربة. فلما استقر بنا الجلوس جاء ابن عمي ومعه طاسة فيها ماء وكيس فيه جبس وقدوم، ثم أنه أخذ القدوم وجاء إلى قبر في وسط التربة ففكه، ونقض الحجارة إلى ناحية التربة، ثم حفر بالقدوم في الأرض حتى كشف عن طابق قدر الباب الصغير، فبان من تحت الطابق سلم معقود. ثم التفت إلى المرأة بالإشارة وقال لها: دونك وما تختارين. فنزلت المرأة على ذلك السلم، ثم التفت إلي وقال: يا ابن عمي، تم من المعروف إذا نزلت أنا في ذلك الموضع فرد الطابق ورد عليه التراب كما كان، وهذا تمام المعروف، وهذا الجبس الذي في الكيس، وهذا الماء الذي في الطاسة، اعجن منه الجبس وجبس القبر في دائر الأحجار كما كان أولا، حتى لا يعرفه أحد ولا يقول هذا فتح من جديد وباطنه عتيق، لأن لي سنة كاملة وأنا أعمل فيه، وما يعلم به إلا الله، وهذه حاجتي عندك. ونزل على السلم وغاب عني، فقمت ورددت الطابق وفعلت ما أمرني به حتى صار القبر كما كان. ثم رجعت إلى قصر عمي، وكان عمي في الصيد والقنص، فنمت تلك الليلة. فلما أصبح الصباح تذكرت الليلة الماضية وما جرى بيني وبين ابن عمي، وندمت على ما فعلته معه. وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح.